فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال: هذا مع أن قرن اليهود يقال إن أصله مأخوذ عن موسى عليه السلام، وأنه كان يضرب بالبوق في عهده. وأما ناقوس النصارى فمبتدع، إذ عامة شرائع النصارى أحدثها أحبارهم ورهبانهم. نحن منهيون عن التشبه بأهل الكتاب فيما هو من دينهم أو من عاداتهم الخاصة بهم. نعم. وما نحن فيه هذا من أمور الدين، اتخاذ الوسيلة لجمع الناس للصلاة هذا من أمور الدين، فهو وسيلة مشروعة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من ناقوس النصارى ومن بوق اليهود أو قرن اليهود، لأن هذا تشبه بهم، ونحن منهيون عن التشبه بهم، ومطلوب منا التميز، مطلوب منا التميز والاعتزاز بديننا، وألا نكون تبعا لغيرنا، هذا هو المطلوب. وليت المسلمين مشوا على هذا الأصل العظيم، تميزوا بإسلامهم وبما أعطاهم الله من الرفعة، وصاروا قدوة للعالم، وصار العالم تبعا لهم. نعم. لا أن يكونوا هم أتباع لليهود والنصارى وسائر الكفرة. ولهذا يقول عمر رضي الله تعالى عنه: إن الله أعزنا بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا، فقد أذلنا الله عز وجل. ثم أشار الشيخ إلى أنه يروى أن القرن كان من شأن موسى عليه السلام، وأنه كان يستعمله للعبادة أو لجمع الناس للعبادة، فهذا يكون من الشرع المنسوخ إذا ثبت هذا. نعم. وأنه من دين موسى عليه السلام فيكون من الشرع المنسوخ، لأن شريعتنا ناسخة لما قبلها. وهذا يشير إلى مسألة معروفة عند الأصوليين، وهي: هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ للعلماء في ذلك خلاف، والراجح التفصيل، أن ما أقره شرعنا فهو شرع لنا، وما أنكره شرعنا فليس شرعا لنا، وما سكت عنه شرعنا فهذا شرعنا، فهذا هو محل الخلاف، هذا هو محل الخلاف.